كل بنات اليوم غنصيبو لي ميني كيش بالجبن الابيض والبصل، كيجي روعه، وبالقشطه الطريه غتجربوهم ما غتبقاوش تستغناو عليهم. كيف كتعرفوا لي كيش الفرنسي معروف، ديما كانوا كيستعملوه اما بالجبن الابيض او لا بالكريمه او لا بالكريفيت او لا ليزيبينار او بالبصل. انا صراحه المفضلين عندي ديما هما هاد اللي بالبصل او ليزيبينار اللي هما السبانخ، وممكن بعض الاحيان كيكون بالفواكه البحر كريفيت وسمك ابيض، حتى هما كيجيو روعه. دونك هادو ساهلين، كيف كتشوفوا عندي لي ميني كيش جاهزين، ممكن تصاوبوهم. راه سبق لي وريتكم كيفاش تصاوبوهم، نخليكم الرابط في صندوق الوصف. هادو انا صراحه شاريهم. عندنا هنا الوصفه بيضاء، عندنا جبن ابيض، طبعا كتستعملوا اي جبن كتفضلوا. عندنا هنا شويه الموتزاريلا، عندي هنايا واحد ملح وفلفل اسود اللي غنستعمل، هادو هما التوابل اللي غنستعملو. وعندي هنا جوز طيب، ضروري كتستعمل جوج طيب ملي كتكون دايرين الجبن الابيض اولا هذا شي حاجه في الكيش مع لي زيبيناغ كيجي روعه. هنا عندي واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون اللي غنحتاج نديرهم مع هاد البصل، خديت حبه ديال البصل كبيره، طبعا الكميه على حسب شحال نتوما غتستعملوا. فانا خديت حبه بصل كبيره قطعتها هكا، غنحتاج انني ندير لها واحد جوج ملاعق ديال زيت الزيتون ونشوحها حتى تشحر شويه توقف وتاخذ واحد اللون. غندير لها القليل من الملح، ما تكتروش الملح لان عندنا مستعملين جبن، غندير قليل من الملح وفلفل اسود، وغناخذها نديها تشحر حتى توقف عندي، وندوز نشوفوا لاباغاي اللي غنصوبوا الخليط اللي غنديروا به هاد الكيش هادو. بالنسبه لاباغاي اللي غنستعملوا فهي حتى هي سهله، ما غناخذوش فيها بزاف العناصر. عندنا هنا هاد البيضه، غنضيف لها تقريبا واحد مقدار نصف كاس حليب. طبعا الكميه ديال لاباغاي اولا البصل اولا اي حشوه كتستعملوا فهو كيكون على حسب الكميه اللي نتوما مستعملين. فانا غندير هنا عيني ميزانين، انا مستعمله عندي تقريبا واحد 8 الحبات ديال لي كيش، فغندير حسب القياس اولا الكونتيتي اللي عندي. وقشده طريه كان فريش، هنا ناخذ واحد التراب نخلط هاد العناصر يجي روعة الخليط هنا. نقص على البصل هنا. بعد ما خلصت هاد العناصر غنضيف هاد الجبن. انا هنا هاد لاباغي هادي غنستعمل كل شيء فقط، يعني ممكن هاد الطريقة هادي كتجيني سهلة سورتو في رمضان كل وقت مضعوق، فالواحد كيبغي داكشي اللي كيجي ساهل. غنحاول انني نفتت هذا الجبن الكريمي هذا هنا. انا استعملت صراحه الجبن العادي البلدي اللي كتشريو، كتعرفوا الجبن كيكون واجد بزاف فشهر رمضان كيتباع عندنا في الفرن، هذا جبن بلدي يعني. هنا غناخذ هذه الموتزاريلا غنضيفها هكا حتى هي فوق، ونخلي القليل نضيفو في الوجه. طبعا كيف كتشوفوا هاد لاباغي او هاد الخليط هذا فهو شويه خطير ثقيل لان فيه القشطه الطريه والجبن درنا. وكيف شفتوا حنا مستعملين غير حبه ديال البيض لاننا محتاجين اننا نديروا هاد الخليط هذا يكون شويه كريمي وعاقد في نفس الوقت. فهنا غندير فلفل اسود طبعا كميه على حسب الرغبه، وقليل من الملح لان كيف قلت لكم مستعملين اجبان. هنا غنجيب جوز طيب وغنحك كنشرها تما اولا الجوزه، ما نساوش نحركوا هذيك البصله. كنراقبوها ما تمرضش ما تحرقش لينا حتى الدبال وتسهل عندنا مزيان. فوالا نجيو نكملو الخليط ديال لاباغاي اللي مصوبين. فوالا سي بون كلشي واجد دابا، شفتو هي سهلة جدا جدا. غنجيب جوج طيب نحطها، طبعا نكتب شكل شي قليل صراحة كيعجبني انا جوج طيب مع هاد الوصفات، منكترش منها في رمضان هذا قوية قوية. صافي خلطت هاد الخليط، صافي هاهي لاباغاي ديالنا واجدة.
سي بون كيف تشوفوا، وليكيش هما سبتهم حتى هما في صينيه اللي غدخل الفرن. سي بون دابا نمشي نشوف البصله في البصلات، نخليها حتى تبرد ندوزو من البصله. بعد ما وجدت عندنا هنا البصله وخليتها حتى بردت شويه باش ما تقبليناش العجين ديال الكيش، ضروري تكون شويه بارده. غنجي عندنا ناخذها ونوزعها هنايا على الكيش اللي عندي، نستعمل الملعقه بهذا الشكل. فوالا كيف كتشوفوا، نحاول نوزع الكميه تكون متساويه. غادي نوزع عاد نرجع نقاد. سي بون كيف كتشوفوا الفرن راني ديجا درتو يسخن على 180 درجة. فوالا جاتني هاديك، طبعا هنا بعد ما وزعت البصل في الكيش كيف كتشوفوا معايا، غنجي ناخذ هاد لاباري هادي غنبدا نصبها هكا حتى نغطي الوجه ديال الكيش تاعنا. نستعمل ملعقة ولا ملعقة، عاود نخلط الخليط مزيان. نمشي تهز عندي هذاك الجبن والعناصر كاملة ونجي نصبها هكا فوق الوجه. نزلت الخليط الاول، عاد من بعد نضيف فوالا. دابا غنجي غنبدا نعمرهم مزيان حتى يتغطى عندنا الوجه بهذا الشكل. فوالا طبعا انا درتهم عامرين انتما كيبقى لكم الاختيار. سي بون صافي، غندخلهم الفرن حتى نحس بهم بداو كيطيبوا عندي تقريبا كياخذوا اللون. عاد نضيف لهم موزاريلا من فوق ونوريكم الشكل النهائي ديالهم بعد ما نخرجوهم من الفرن. البصل فوالا سي بون. فوالا كيف كتشوفوا معايا البنات، دابا غندخلهم الفرن حتى يتحمروا وياخذوا اللون، ونضيف لهم شويه الموزاريلا في الوجه ونرجع نتصهدهم حتى ياخذوا اللون ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. اذا حبيباتي كيف كتشوفوا معايا، فهذا هو الشكل ديال الكيش اللي صوبنا بالجبن بعد ما كنخرجوهم من الفرن. طبعا كتخليهم حتى كترجع لهم الحراره شويه وترجع لهم سخونيه، عاد كتقدموهم بالصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوهم، فريمون كيجيو لذاذ وخفاف في نفس الوقت. دونك هادشي اللي كاين البنات، باي باي.